السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء. هنتكلم اليوم عن تكييف 380 فولت او 3 فاز. ماشي. التكييف مش منتشر كتير في اغلب الاماكن، ولكن لابد ان احنا يبقى عندنا خلفية ازاي نتعامل مع جهاز بالشكل ده. 380 يعني بياخد 3 ال 1 ال 2 ال 3 او ار اس تي، تمام؟ وبيكون اغلب اجزاء الدايره اللي موجوده 220 فولت، يعني اللي بيشتغل معايا 380 فولت كومبروسر فقط. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ينطبق على جهاز تكييف 380 فولت او غرفه تبريد 380 فولت او اي جهاز في الحياه يقابلك بيعمل ب 380 فولت. متفقين على الكلام ده؟ طيب. الجهاز بدايه، اي جهاز موجود عندي هيكون فيه عندي منبع التيار الكهربي، هيكون عبارة عن ثلاث أطراف بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح الخطوط في التصوير؟ في مشكلة كده معايا؟ هنقول مثلا ال واحد، ال واحد او ار. ماشي. هنقول ال 2، هنقول ال 3. الكابل بتاعي اللي هيدخل لجهاز التكييف هيكون كابل فيه اربع اطراف. كابل فيه اربع ايه؟ اطراف. الفيشه، فيشه فيها ثلاث اطراف، ال 1 وال 2 وال 3، وفيه طرف تاني اللي هو الارضي النيوترال، بحيث ان الطرف الرابع اللي انا هحطه ده اما اجي استخدمه مع اي طرف من الثلاثه يبقى مديني 220. متفقين؟ طيب هنحط الارض بتاعنا برضو اهوت، خليه مثلا وليكن ازرق عشان يبقى في اختلاف في الالوان. ان في مشكله كده معايا؟ الثلاث اطراف اللي موجودين دولت هيدخلوا عندي في روزيتا هتبقى موجوده لجهاز التكييف. طبعا معلش عفوا، احنا بدأنا شغل على طول ما كتبناش العنوان بتاع الايه الدايرة. يبقى الدائرة الكهربية، الدائرة الكهربية لجهاز تكييف 380 فولت عشان الناس تبقى عارفة، مش 220. في مشكلة اللي هو 3 فاز. متفقين على كده؟ هيبقى عندي الروزيتا موجودة. الروزيتا دي هيكون فيها ال واحد، ال خلينا كده برضو مع الالوان، ال واحد ماشي، ال اتنين، ال تلاتة، وادي النيوترال بتاعي اللي هو الايه الان. في حاجه صعبه رجاله معايا كده؟ فيها مشكله معايا؟ طيب الجهاز، طبعا اي جهاز تكييف بيكون عباره عن قطعتين، قطعه خارجيه وقطعه داخليه. القطعه الخارجيه هي اللي هيدخل لها 380، باقي اجزاء القطعه الخارجيه 220 فولت. القطعه الداخليه كلها بتعمل على 220 فولت. في مشكله في الكلام بتاعي ده؟ طبعا الفيديو ده انا منزله دلوقتي مخصوص واشتغلت فيه النهارده عشان خاطر واحد من المتابعين من الجزائر ليه اكتر من فتره بيطلب الدايره ديت، فهنحاول نبسطها له بقدر الامكان ويتعامل هو بعد كده مع مكونات الدايره ايا كانت، وحضراتكم طبعا والساده المتابعين. ماشي. فالفيديو ده نازل مخصوص لاخواتنا في الجزائر وطبعا باقي الايه المتابعين اللي معانا. في مشكله كده معايا لحد الان؟ طيب تمام. يبقى احنا زي ما قلنا منبع التيار الكهربي ده اللي هو العمومي في المكان اللي احنا فيه. اوكي. الروزيتا بتاعت جهاز التكييف طبعا الباور بتاعي بيتوصل بالقطعه الخارجيه زي ما قلنا اربع اطراف، اللي واحد اللي اتنين اللي تلاته، وان الكابل بتاعي كابل رباعي. تمام لحد كده؟ تمام. باقي الاطراف اللي موجوده في الروزيتا فيه كلها بتطلع معايا للقطعه، اتنين بيطلعوا معايا للقطعة الداخلية، القطعة الداخلية،
وبعد كده يعني مثلا هنقول الخارجيه هنا في المنطقه دي، والداخليه هنقول هنا في المنطقه دي. ماشي، اهي داخليه، وهنا القطعه الخارجيه. اوكي، نفس الاطراف اللي في الروزيتا هنخلينا واحده بواحده، وهنطلع هنجيب الان تحت ديت، وهجيب معاها ال واحد او ال اتنين او ال تلاته، واحد منهم، واطلعه معايا لمين؟ للقطعه الخارجيه. ادي ان للداخليه عفوا، واي طرف من ايه؟ من التلات اطراف بتوع ال ال. متفقين؟ يبقى مثلا هنقول ايه؟ ادي ال ال. تمام؟ لحد كده احنا 100%. في حاجة مش واضحة؟ هنزل دلوقتي اوصل التوصيلات الداخلية، انا طلعت طرفين بس دلوقتي للداخلية، والباقي الاطراف هتنزل من الداخلية تدي اوامر لتشغيل الداخلية والخارجية. الخارجية عندي هنحتبط جهاز التكييف اللي موجود عندي ده بيعمل صيفا فقط، يعني مفيش لا بلف عاكس ولا اي حاجة من دي، عشان نبسط العملية. متفقين؟ هنزل من هنا 3 ال ال 1، وانزل الاقي هنا عندي الكونتاكتور، القلم الخط بتاعه ضعيف، مش عارف واضح في التصوير ولا لا، ها ولا غير القلم واحنا لسه في الاول. تمام ماشي، وهاجي جاي ادي ال 2، وهاجي جاي بال 3. التلاتة دولت كده معايا بالظبط هيدخلوا هنا، هيلاقوا ايه؟ الكونتاكتور. وخلي بالك انا متعمد ان انا ارسم الكونتاكتور بالوضع بتاعه علشان سعادتك تبقى عارف وضع الكونتاكتور. الكونتاكتور عندي عبارة عن مفتاح ملامسات بيوصل ويفصل. اوكي تمام، طبعا هنستخدم معاه الملف الكهربي بتاعه. في حاجة صعبة معايا لحد كده؟ تمام، ادي الملامسات بتاعتي كلها هيت، وادي هنزل من التلات اطراف دولت الاقي هنا المحرك بتاع الضاغط، تلات اطراف موجودين فيه متوصلين. ادي هنا الكمبروسر، في مشاكل معايا لحد الان؟ وادي دايره هيت، ماشي، كمبروسر، كباس اهو عشان ما حدش يتلخبط. تلات اطراف بتوعهم. في حاجة صعبة؟ ما فيش مشكلة. طيب حاليا الملف الكهربي عبارة عن، لحظة خليك معايا، دلوقتي انا وصلت ال 380 للكباس، ايه اللي هيشغل يدي الامر للكباس ان هو يشتغل الكونتاكتور؟ حاليا الكونتاكتور فاصل، القطعة الداخلية الكنترول بتاعها هيبدأ يقول ان الكباس يشتغل. طب عشان الكباس يشتغل لازم كهرباء توصل للملف الكهربي بتاع الكباس. جماعة اللي بيتكلموا ركزوا معايا عشان مش هعيد الكلام تاني، يبقى لازم ان الكباس يوصل له طرفين للملف الكهربي بتاع الايه؟ الكونتاكتور، عشان الكباس يشتغل. تمام، الملف الكهربي بتاع الكونتاكتور تمام هيكون فيه ايه؟ واحد نقطة كده، ايه واحد، ونقطة تانية ايه اتنين. واضحة كده معاك الخط كده؟ تمام، ايه واحد ديت هاخدها بكوبري من هنا اهوت عشان ما اجيبش مسافة طويلة، وهتيجي كده. تمام معايا رجالة؟ تمام ماشي. ايه اتنين دي بقى هتاخد من الكنترول اللي جاي من القطعة الداخلية. يعني مثلا الروزيتا بتاعتي بعد كده هيبقى فيه سي تنزل
تدي الكباس الملف بتاع الكونتاكتور، اما سي دي تاخد امر من القطعه الداخليه ماشي، هتيجي جايه مدياني الملف موصله له كهرباء، يجي نازل بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، قلم تاني. يجي نازل بالشكل ده اهوت، ندي النقطه بتاعت الملف، يبقى ايه واحد وايه اتنين، دول الطرفين الملف بتوع الكونتاكتور. واضحه؟ اوكي، طرفين الملف بتوع الايه الكونتاكتور. ساعه ما يجي الطرف ده طبعا سي واحد سي دي، هتيجي من ايه، من القطعه، يبقى ده كده ال واحد وال اتنين اهمت برضو في الروزيتا اهيت بتاعه القطعه الداخليه. هنعمل روزيتا تانية، هنا ال واحد هنا ال اتنين، عفوا ان، اوكي، يبقى ال واحد وان هنا في الروزيتا نفس الوضع. هنا في سي اللي هي الكباس، هتنزل من هنا اهيت وتيجي مديه الروزيتا دي اللي بيدي الامر. ايا كانت الرموز اللي موجوده عندك في الجهاز اللي انت شغال بيه ماشي، مش هتفرق معاك الرموز اللي مكتوبه. وبعض الاحيان هيكتب لك لو في بلف عاكس هيكتب لك 4 او هيكتب لك W ماشي. حاليا احنا عملنا ايه، جهاز تكييف 380 يعمل صيفا فقط. وسيادتك افهم لي الجزئيه اللي انا بتكلم فيها دي، وانت بعد كده هتحط 100 حاجه زي ما انت عايز، لان احنا الشغل بتاعنا كله مبني على الفهم مش الحفظ ماشي. تمام، يبقى هنا السير كباس. طيب القطعه الخارجيه اللي فوق، الداخليه اللي فوق ديت، ايه اللي متواجد معاها جوه وشغال؟ مروحه بتاعت المبخر ماشي. تمام، هتتوصل من جوه من الداخليه اللي جوه، لكن الروزيتا الخارجيه هتديني المروحه بتاعه القطعه الخارجيه سي اللي هي ايه، سي اف كم اللي هي الايه، سي اف اللي هو الكمبروسر، الفان بتاعه الكمبروسر اللي هي المروحه الخارجيه اللي هنا. هنحط هنا رمز كده صغير كده ماشي، وهنعمل رمز مروحه كده تمام، وهيبقى يلزمها كام طرف، طرفين، طرف هيجي لها من الكارتة والطرف الثاني هتاخده من الان اللي هي ادت لفوق، وهتنزل تاني تغذي ايه الجزء اللي تحت. متفقين على كده، على الكلام ده؟ طيب في نقطة معلش بقى عايز اوضحها لك تاني قبل ما مبدأ شغل، معلش هنعدلها في الشغل بتاعنا. انا عايز طرف الان ده هو اللي يدي الملف بتاع الكباس، بحيث ان كل اللي بيجي لي من فوق ال من الريليهات. واضحه النقطه دي؟ انا كنت مدي ال واحد مديها لطرف الايه، الاي واحد هنا، هنقل الاي واحد ديت بدل ما هي هنا هخليها هنا ايه واحد اللي هو الملف اهو. اوكي، ايه واحد ايه، كنت مديها من ال واحد، بدل ما اديها من ال واحد هديها من ان اهي. اوكي، والسي اللي جايه بتاعت الكمبروسر اللي هتشغل الطرف الثاني تبقى جايه ال من الكارته، لان احنا قلنا الكارته هي اللي بتوزع عن طريق الريليهات وتبدا تدي ايه الاوامر، يبقى الان داخل للاجزاء الرئيسيه والال جاي ايه من الكارته اللي فوق. واضحه ولا فيها حاجه رجاله؟ تمام، يبقى اصبح الان هنا هي اللي بتغذي الملف. هاخد نفس الطرف بتاع الان ده اهوت من هنا اهو، او اخد من هنا من عند الملف، هناخد من هنا من فوق اهوت، طرف تاني اهو هينزل كوبري وينزل يدي المروحه، يبقى في ان راحت للمروحه. بعد كده سي اف هتنزل للروزيتا هنا اهيت، هنقول مثلا سي اف واحد وهنا سي اف واحد، نزل الطرف ده من هنا للروزيتا بتاع القطعة الخارجية، هيخرج منه يدي مين؟
المروحة. في حاجة صعبة؟ القطعة الداخلية أنا ما اتعاملتش معاها لسه خلاص، هي غير الروزيتا بتاعتها. وإحنا قلنا الجهاز ده بيشتغل صيفا فقط. الكباس وصل له 380، ملف الكونتاكتور بتاعي ملف الكهربي وصل له 220 ان من الروزيتا، والال جات عن طريق الكارتة بتاعتي من فوق اهي السي. في حاجة صعبة؟ طيب يبقى دي هنا ايه؟ محرك المروحة، محرك المروحة بتاع القطعة الخارجية. طيب الداخلية دلوقتي لو انا عايز اوصلها، ماشي؟ طبعا انا اول مرة ارسم دايرة واحط فيها ايه؟ رمز المحرك بالشكل ده. بالنسبة للدوائر بتاع التكييف او التلاجات دايما احنا كنا بنعمل السي والار والاس، فلو عايزين ان احنا نوضحها بالشكل ده عشان تبقى واضحه معاك تقدروا تطلبوها دلوقتي واحنا لسه على الفيديو. اخليه كده بس الطرفين، يبقى طرف داخل للمكثف وطرف للسي، ولا نوضحها عشان المتابعين اللي معانا؟ نوضحها. ها وليكو. طيب يبقى معلش، محرك المراوح ده احنا عارفين ان هو سي وار واس زي بتاع الايه المروحه العاديه. صح. تمام. يبقى انا هاجي من هنا هيت، الجماعة المتابعين ياخدوا بالهم من التعديل اللي احنا عملناه تاني، رجعناه تاني. ادي السي، القلم الاحمر واضح يا ابني؟ ادي السي، وادي الار، وادي الاس. في حاجة صعبة؟ المكثف بتاعي اهو، مكثف تشغيل. المكثف ده بياخد طرف من الاس مع المكثف وطرف من الار، والطرف بتاع الار هو اللي بياخد طرف الان او طرف الكهرباء التاني اهو. لحد كده الامور تمام؟ تمام. ماشي. الكومن هيتوصل مع الطرف اللي جاي من الكنترول بتاع الكارتة بتاع الداخلية اللي فوق مد الروزيتا اهو. هنظل تك على القلم ده شوية كده اهوت عشان يبقى واضح. في حاجة صعبة كده؟ يبقى ده محرك مروحة الكمبروسر أو الكباس أو الضاغط. في حاجة صعبة؟ وده الكباس. لحد كده الأمور تمام؟ تمام. هنيجي هنا بقى القطعة الداخلية، إحنا كده وصلنا الخارجية، إحنا قلنا بيعمل صيفا فقط، يعني الضاغط بيدوق ومعاه مروحة المروحة بتاعته. الضاغط 380، كونتاكتور موجود، ملف كهربي، محرك مراوح. واضحه بالنسبه لكم؟ عشان لو واضحه بالنسبه لك تبقى واضحه ايه للمتابعين اللي معانا بعد كده. تمام. وده القطعه الداخليه. توصيلات القطعه الداخليه اللي موجود الرئيسي عندي في اي قطعه داخليه اللي هي ايه؟ مروحه. طبعا في الكارته بتاعه المروحه وفي الريسيفر. مش هندخل في التوصيلات بتاعه الكارته والكلام ده كله عشان ايه ما نكلكحش الدنيا معاك في الفيديو، يبقى الفيديو واقف على 380 والحاجات ال 220. مروحة بتاعت المبخر بتاعي بتاعت الفانة الداخلية عبارة عن برضو سي وار واس، مش كده؟ ده تقريبا هنضطر ندخل فيها لان احنا عندي المروحة بتاعت القطعة الداخلية سرعات. الله ينور عليك، سرعات. طيب يبقى ده عندي المكثف الاس لوحدها والار تنزل مع المكثف، وطرف المكثف هياخد من الان من القطعة الداخلية. في حاجة صعبة؟ طيب السي هتاخد منين؟ وفي عندي كمان السرعات، هنرفع دي شوية كده الداخلية، هنحطها في جنبنا اهو. داخلية عندي كم سرعة موجودة؟ ثلاثة. ادي ملف اضافي، وادي ملف تاني اضافي، ادي الاتش، الام، ال.
رجالة معايا؟ في حاجة صعبة؟ طيب الكارتة بتاعت الجهاز، الجهاز 220 فولت. ممكن اسيب القلم واحنا في قلب الفيديو وتلاقيني رميه في اي مكان. ماشي. لا لا محرك مروحة المبخر. ماشي. الكارتة عندي في ابسط ما تكون عشان الناس الطيبين اللي معانا، ماشي، عبارة عن مجموعة ريليهات، مش هندخل في التفاصيل بتاعتها بس بسرعة كده، محول كهربي، ماشي، مجموعة المقاومات ودوائر التوحيد، ماشي، مكثفات بتاعتها، الفيروستر بتاعها، الفيوز، مش هندخل في كل الكلام ده كله، اكتروني زيادة عن اللزوم عشان ما نتوهش نفسنا، يلزمني فيها مجموعة الريليهات اللي موجودة، ماشي؟ متفقين على كده؟ أيوة. طيب يبقى انا عندي الكارتة ريلي كباس، ريلي كباس هينزل يتوثق مع السين اللي كانت جايه اهي اللي راح للكباس اللي هتشغل الملف، ماشي، يبقى هنا سي ريلي، ما عملت سي اف واحد مروحة الخارجية، هينزل برضه اهوت وهيتوصل معايا هنا اهو، تمام، اللي هو السي اف، او هنعمل الاف بس، تمام. قطعة الخارجية. مروحة الداخلية عندي كام سرعة؟ ثلاثة. يبقى عندي ثلاث ريليهات، ادي واحد السرعة البطيئة، السرعة المتوسطة، السرعة العالية، وهييجوا يتوصلوا مع بعض، احنا كنا عاملينهم كلهم بلون واحد، ماشي، هنوصلهم بنفس اللون اهو، ادي السرعة العالية، ادي السرعة المتوسطة، ادي السرعة البطيئة، يبقى هنا برضو ال ام اتش، طبعا ال ال لحد كده دي سرعات محرك الايه المراوح، ال ال والان دول الداخلين للكارتة اهو عشان يشغلوا الكارتة، يبقى ادي ال ال اللي واحد اهيت للكارتة، الان اللي جاية برضو لازم الان الكارتة تشتغل، عشان تشتغل لازم يكون داخل لها طرفين الايه الكهرباء، ال والان، ادي الان برضو داخلة للكارتة، طبعا انا خرجت من الان ديت اديت المكثف، ممكن الطرف ده اخده من الطرف اللي فوق من الكارتة، يعني من روزيتا من الطرف اللي فوق، ماشي، فاهم المشكلة؟ طيب ايه اللي عندي بقى فاضل في الكارت انا ما وصلتوش اللي فوق؟ الموجهات، ماشي، الريسيفر بتاعها، الشاشه، الحساسات، هيبقوا موجودين بقى لوحدهم كلهم هنا اهوت، ودي عباره عن كليبسات بتركب في السوكت بتاع الكارت، تمام، فيها مشكله الدايره عندي فيها مشاكل، والتلات اطراف بتوع ال ال واحد وال ان واحد القلم كان انعكس معانا، اديها ادي ال واحد وادي ال اتنين وادي ال ال تلاته اهي، فيها اي مشاكل كده معايا؟ لا تمام. طيب واضحة في التصوير؟ لو انا الدايرة بتاعتي فيها بقى ملف بلف عاكس، يبقى هياخد من طرف الان اللي رايح ده، وياخد طرف من الروزيتا اللي هنا الخارجية، ويجي له طرف مع من الريليه بتاع الكارتة يوصل معاه هنا، ماشي؟ في اي تعليق للاخوة اللي موجودين؟ طرف الان طرف الان ما كانش نزل معانا برضو؟ طيب معلش، كل ده بسبب حذيفة.
النكله يا حذيفه اهو احنا محددين هنا اهوت ونزرع. اوكي في اي مشاكل كده معانا في الدايره؟ يبقى انت الدايره الكهربيه بتبسطها على حسب فهمك، وكل ما تكون فاهم دوائر كهربيه بدرجه 100% كل ما تقدر تتعامل مع اي جهاز مر عليك او ما مرش قبل كده، لان احنا كلنا الطبيعي انا بنسى عن نفسي وقلتها في مليون فيديو وكل الناس بتنسى، ودي نعمه من عند ربنا النسيان، حتى بتنسى ان ايه من اساء اليك ماشي. لكن وانا فاهم هدخل على اي جهاز هفصصه، ده 380 ده 220 يلزمني طرفين، عايز تقول ايه؟ هي كده الدايره بتاعت الملف اللي بيشغل الكونتاكتور كومول كده ولا لسه؟ لا كده كومول. ليه بقى؟ هي واخده الان من هنا هيت طرف كهرباء الارضي تمام؟ اما تيجي الكارته فوق تدي امر للكنترول يوصل للسي بتاعت الكمبروسر ينزل يلقط طرف الملف يقوم الكونتاكتور كله يوصل يقوم يشغل الكمبروسر. الكلام ده ينطبق على دايره غرفه التبريد. ينطبق بقى اجهزه التحكم والحاجات بتاعت الدايره. لا مفيش دلوقتي اجهزه التحكم بتاع الاون والاوف والكلام ده كله، ده كونتاكتور بس. لو في اوفرلود موجود للحمايه تمام؟ هيبقى الاوفرلود مع الكونتاكتور هحطه لك برضو بالمره بقى ما دمنا جينا اهي للموضوع ده. تمام؟ اهوت. اهوت تمام موجود. حصل مشكلة امبير زاد حرارة ارتفعت فيز من الفازات وقع يفصل دائرة التحكم. وفي بعض الدوائر بيتحط معاها الفيز سيكونز ماشي، بعد كده هنعملها في دائرة تانية بعد كده. في حاجة مش واضحة معنا؟ ممكن توصلها زي توصل الكباس لتوصيل المحرك بتاع اللي هو السي والار والاس. لحظه بقى معلش، في حاله محرك المراوح وصلت السي والار والاس لان ده ملف تشغيل وده ملف تقويم وده الكوما مع ال 380 دول عباره عن ثلاث مجموعات من الملفات، كل ملف له بدايه ونهايه، اما تجمع البدايات مع بعض والنهايات تاخد اطراف التيار الكهربي او تجمع النهايات مع بعض والبدايات تاخد اطراف التيار الكهربي. كملف ما تترسمش بقى كده، هتبقى بعد كده في جنب تاني خارجي هنا اهوت. ادي الملف وادي الملف وادي الملف ماشي كده مع بعض، وده ال واحد ال اتنين ال تلاتة، لكن انا حطيتها بثلاث اطراف اللي طالعين من الكباس بحيث ان الجماعه الفنيين معانا اللي هم مش دارس، وبعد كده هنشرح دوائر ال 380 مع بعض المحرك توصيله نجمه وتوصيله دلتا وامتى بوصل نجمه وامتى بوصل دلتا ماشي، وبدء الحركه ازاي وعن طريق تايم ديلي وعن طريق اكتر من كونتاكتور، كل الكلام ده هنشرحه مع بعض وهنشوفه مع بعض، لكن هنا للتبسيط للفنيين اللي معانا. واضحه؟ طيب في حد محتاج اي حاجه في الكلام ده؟ طيب اتمنى من الله ان الفيديو يوصل لاخواننا اللي كانوا طالبينه ويكون مفيد ان شاء الله، وربنا يجعل نعم مال محرك مروحه الكباس اللي هي في القطعه الخارجيه اللي هي بتاعت المكثف، فانا حاطط الكباس عشان اقول لك ان دي في القطعه الخارجيه، القطعه الخارجيه المكثف ماشي اللي هي موجوده مع الكباس. كلامه منطقي، بس احنا عشان نوضح ان دي بتاعت، انا هنا لما كتبت ايه سي اف الفان بتاعت الكمبروسر ماشي اللي هي مع القطعه الخارجيه، قلنا عباره عن الضاغط والايه والمكثف، ودي المروحة بتاعته. في أي تعليق لأي حاجة؟ أي استفسار؟ طيب أتمنى من الله عز وجل أن نصل لما فيه الخير لنا ولكم ولأم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو محتاجين أي حاجة
الاخوه المتابعين يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، وان شاء الله من اما يبقى في وقت معانا هنجهز لكم اللي مطلوب كله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.